مرحبا شباب، شو اخباركم؟ تحياتنا لكم الجميع. شباب وعدنا هذا انطار والله، هذا ذاكر فل شباب حاط، والحمام طبعا جوعان وميت من الجوع. هذا شباب قام طرد. هاي كيف الا والله شباب، يركض ورا الاشعل. شوف يركض ورا تمام، طبعا ميت من الجوع. هاي دقدق والله، مو صفحك هذا. حمام شلون جوعان، هذا اللي هنا مرة هذاك. شباب الحمام مثل ما قلت لكم ما انطيه بس الغروب، هسه تقريبا الساعة ما اشوفها والله، بالستة هسه وثلاث دقائق يوم مطهن من وقت. شباب ما طهن بس الغروب، نعلى ربات وقعنا والله بيتحاق. وعاد هذا راح يقوم والله. شيت والله بيتحاق على هاللقطة هاي. شباب طبعا الكمين فلشته ما بقى عندي بس هذا، راح ادقه كله شخاط وارتبه ترتيب، يعني صدق يعني فتشي على قولته بالأمارة، فتشي اسويه والله مو يومي. يا الله انا مفلش ومسوي لقولة خالد بن عليوي، قال عمتك الصيف يدق لك كمينين. هذا ان شاء الله البرج الحديد راح منها قطعة بالشاش همه، لان هاي فتحة شباب شوفوها فتحة هاي. ورتبه ان شاء الله واصور لكم من اشتغله ومن انا من نكمله، انتم ويانا بعد بيت واحد ان شاء الله. وهذا بعده لسه ما قام هلا، يابا يون هذا يون وناني. يلا ترجيك انزل. شوف الحمام شباب ميت من الجوع، صوموا تصحوا انزل. شباب هسه هاي صعدتي مثل ما قلت لكم بذاك الفيديو، هاي صعدت استوني صعدت. يلا اهل الارافل اهل القمار لايكات، انا هذا الفيديو انشره حتى لو ماكو مشنا هذا الارفلي وتاسي. يوب قنبلة هاي هلا هذا شباب نزل ورد صعد فوق. شوف شباب خلينا نجيب له طعام ونجي لعين سالفته تعبانه، ينزل ويصعد. شباب هذا اذا مال واحد يجي ياخذه، هو اكيد مال واحد كان مالك من. المهم سالفتنا
اذا ما الواحد يعرفه وطيره ومنه من المنطقة يشلع عينه وياخذه جار بعيد قريب مهم يجي ياخذه ويشلع عيني ويعطيني الوصف والبي يعني بجنح الوصف. تحياتنا لكم هذا الشباب، بس خلينا نجيب لهم طعام على مود لكم شيء. هذا الشباب قدامكم ممتنحر ما يرضى ينزل ولا كمين ولا شقف. هسه نزل، هسه بس اروح عليه راح يثور. شوف شباب صعد، شوف شباب يوين ماكو طير. بس تقول سطحة من 40 سنة. شباب خلد بالتصوير وروح انا عليه. هذا هو شباب جبناه وجينا الان. شباب التصوير والله اللي مضايقني، الله شاهد التصوير مضايقني لكم مشتم زمان. تحياتنا لكم وراعية يشوفه، انا ممنون.